السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بمدينة الصلاط، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرة والجالية المغربية والناس من المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، يلا رجال بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 15 في شهر 4 2023، ما تنسوش دعمونا بالشراكة الإخوان. شحال المختار؟ 26 ألف تاع الدرهم. أنا ولد الحاج كبير. شحال؟ 440. أنت ما مشروكش معاهم في الدجاج؟ لا. دي عادية. شحال؟ 426 الزيتون. شداو الدراري. شراو بكري. شراو بكري. السوق شوية ضاغط. خليهم يبيعوا، شوف اليوم شي واحد يبيعه ليهم. شحال محمد؟ 11150. 57 ألف تاع الدرهم و500. شحال يديروا الزيتون؟ وانا ما قلبتهمش انا تنشوف. الحب فايت 13 يوم 1300 فايت، السلعة موجودة في السطات. سير للقرلي، ودع الجميع ما يعرفش هذا، ما يعرفش ودع عيش البقر، ودع عيش الاخطار كسابي. تمازال تلاوت. شدي عمار. قلت حطيتوا لي 40 ولا حطيت لي 30؟ شحال اود شايب؟ شحال؟ 25000 تاع الدرهم. خمسة وعشرين ألف تاع الدرهم. تبارك الله. شحال أخويا؟ 500. 24000 تاع الدرهم و 800. شرا قليل. في 30 تاع الحب. شحال فيه؟ 590. تيقول هنايا في السبت الصلاه 29500. هادو غير كتابه. بعدين لا صحيح. شوفوا. لا باش ثابت ثابت شحال؟ 590 والله الله فوقنا وحواش راد. ثابت وحواش هنا شحال؟ السلام عليكم. كيدير هذا الرقيق؟ هو عطاوه واخ. ومصطفى قال لك انت عطيتيه 80. فرضت عليه. ها؟ صدقته وفرضت عليه واحد الفرد. ولعب. تصنف. دابا صدقته 80 وفرضت عليه واحد الفرد، قلت له هذا الهضره غادي ترجع فيه اللور بزاف. قال لي لا. أما الحاج إبراهيم. أنت أهلا أهلا. وأنت الزيتون. أنت كي ديرت؟ أنت شي تعاود وأنت هذاك الدواء ما دار لينا والو. هذا باغي يدير غير اسم العام ماشي اسمح لي اسمح. وشحال هذا؟ 56. هذاك 500 ولا 40 و 500. هذا شحال؟ اوكي انت ما شريتي بكري ولا؟ الشراك القناة الشراك. ثم اش بغا يدي الحاج ابراهيم الحمد؟ بغا يدي سوم 13 على عاد مقدمنا في العجل.
وكيدير السوق لهم السلعة موجودة. السلعة موجودة ولا كاين الدرهم ما نبقى رخيص؟ شحال؟ ما نبقى رخيص تحت 80 درهم. تخاف الله. والله تحت 80 درهم. في الرباط؟ ما نبقى في الرباط ولا في الدار بدا ب 65. ما نبقى يعاود يذبح الحبيب سعيد بدا ب 15. اي. أنا ما تيقش فيهم. أها. ما تيقش. أيوة من أنت ما تيقش وخاصك تحضر معقول دم. لا وانا متيق فيه. لا اسمح لي اسمح لي يا مصطفى انا ما تيقش ونعطيك عيدي. لا ما يدي انت كتقول انت كتقول المخيرات موجوده واللحم كيبقى رخيص. بعته من البارح بعت عرض خر ب 1470 والدوار لي. فين الجزر؟ لا ذبحوه هنا. تكون شي سلعه شي سلعه. البقر المليح بقرص راك بقرص راك. هذا البقر المليح هذا بشحال هذا؟ بشحال هذا؟ شحال خاصو 16 و60. شحال خاصو؟ 16 و160. انت باغي ترد السلوعة دي اشوف مولف النهار يطلع يصيب هاد البقر مولف تتبقى حتى لهاد الوقت ضيعك يصدقوا فيه الخير موجود رزق الله احنا ما كنتموش على ديالنا ورزق الله. هاد شحال قلت لي 480 سيدي باب الله عطاوني فيه 82 قلت لهم 503 شحال تزيدوا لي 40 ولا 30 ولا في 40 تمر 1500 تنحيو جميع مشاهدي قناة الزيتون مرجان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا هذا ولد عباس تيبيع شريف الطول الكزاري واني ما مزقي معايا والو ولد عباس ما خليتيه والو ما سكيتيش معايا انا كنقول لك بالمعقول زيدوني المهم في الرباط وفي الدار البيضاء فين قرابين 80 درهم 15 و60 16 درهم قال لي هو السلعه ديال البيع هاي شرف تنحيوا جميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان حيت السوق فيه شوية الظلمة هنا شحال 500 بجوج هما بجوج 500 و600 تمام تمام هذا أبوهم تبيع شريف الثور الجزائري شحال؟ وبين هذا؟ علاش؟ ها هي ها هي شعلت شحال اسي؟ اهلا 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 انت كيف؟ مرحبا واسويت؟ شحال تقابل لكم اللحم نهار الخميس؟ نهار الخميس قابل لنا ب 1500 لا اليوم شحال؟ نهار الخميس 70 درهم اليوم شحال يتقام؟ ها؟ 14 ما كايناش 13 واش؟ وراه حتى نحيو جميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان هذا الزيتون ودطيرة تبيع شريف الثور الجزائري كما تشوفوا هاد خير شحال هاد الزيتون 397 397 ياك ما مشروك معك ودخوك لا او الكارتي مول فين تشرك معك واني علمتيه اللار ديالك وديال الزيتون ها وانا شني سوق قلت لك عليه تقول لي 450 الله اعلم الله اعلم شحال يقول الحاج نجيم هنا هادو اه هذا 30000 430 اه وهذا 450 وشاري الثمن قال لي شرا بكري شرا الثمن ايه راه ياك سقطه ها هو باقي ما طيح ما اهلا سي مصطفى كيفاش كيفاش قلتي لي معدودين علاش فر البقر تاع برا شتيهم وشحال باش يتقام لهم اللحم؟ ما يبغوش يجيب الدار ديال برا، يلاه سير
سمعت ياسي يقول ابو قلق. ابو قلق خرجتوا عليه. علاش؟ تنحي جميع مشاهدي القناة الزيتون المرجان فين ما كانوا. قلت ديال اللحم اليوم 13 ولا شحال قلت؟ 18 شحال؟ شحال؟ تدوي بشي دخل سبعه 1560 لحم دوي وين الطالياني والبلجيكي قال لك 900 درهم 160 460 460 تشوفوا فينا تصور فينا تنحيي جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا تيقول لنا 23000 تاع الدرهم عرض الزين سلعة اللي ما دورش ما عندي ما نقول تاع هذا الرجل كما تشوفوا معنا قال لنا 23000 تاع الدرهم تخيل تنوري جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان تنحيوا جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان السلعة موجودة في السطات هاد السيمانة ديزا كاع السلعة موجودة في الأسواق اخويا.